سلامة الخيل والخيالة، ومن ثم بعدها هذه الانطلاقة أيضا اندفاعا موفقا. سيداتي أنساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الحوية في موسم سباقات الطائف رابع أشواط الأمسية 18 الخيل المبتدئة عمر 3 سنوات والتي تتنافس على مسافة 1400 متر مسافة السفن فورلون. قيمة الجائزة 50,000 ريال. يتقدمهم شغمهم الخيل مع كامل سبينة في المطاردة، بل نجم المضمار في ثاني المراتب للطوفة تظهر في المرتبة الثالثة، وأمبريال كوز في رابع المراتب، وكينجز غارد في الخامسة، تبتر هنالك في المرتبة السادسة برفقة ضبع، وكذلك لا تحدانا. لكن شغموم الخيل في المنعطف الأول في هذا الشوط، بن وردلي مع كامل سبينة لا يزال يتزعم في الظهور الثاني لهذا الموسم، فيما نجم المضمار في ثاني المراتب أمبريال كوز قادم مع عيادة ريسي في الظهور الأول، لا في المضمار السعودي في ثالث المراتب لطوفة تتراجع إلى المرتبة الرابعة، والقدوم من قبل كينجز غارد من المسار الداخلي، وهنالك تبتر من المسار الخارجي من بين مكالم ميوفيرس في المرتبة السادسة، لا يزال يتزعم شغموم الخيل بن ووردلي مع كامل سبينة مع المنعطف الأخير التوفورلينج الفاصلة الأمتار المهمة، يتزعمهم بن ووردلي بشعار ابناء الشريف هزاع شاكر عبدلي. شغموم الخيل بدأ بلعبة الأطوال، وسع الفارق بن ووردلي مع كامل سبينة، تحذيرات المدرب شالح العضياني، القدوم من قبل كليفورد مع عبد الله الراشد في ثاني راتب، لكن شغموم الخيل بفارق 3 أطوال 50 متر الأخيرة، وسع الفارق شغموم الخيل، كليفورد قادم، شغموم الخيل واير تو واير في هذا الشوط منذ البداية وحتى النهاية يسجل انتصاره الأول من المشاركة الثانية. لا شاهدناها في أولى مشاركاته، حل في المرتبة الثانية، المشاركة الثانية حل في المرتبة الأولى. شغموم الخيل بن ووردلي بشعر ابناء الشريف هزاع شاكر عبدلي، تدريبات المدرب الذي أبدأ بتحضير شغموم الخيل فعلا شالح العضياني.